اداني مثلث متساوي الأضلاع وجوه منه مثلث متساوي السطحين، ألف ب ج مسمى ده د، أوجد قياس زاوية د. نشوف المعطيات اللي اداها لنا. قال إن المثلث أ ب ج مثلث متساوي الأضلاع، أ ب ج مثلث متساوي الأضلاع. بما إن أ ب ج مثلث متساوي الأضلاع، إذا ق زاوية أ بتساوي ق زاوية أ ب ج بتساوي ق زاوية أ ج ب بتساوي 60 درجة، كل واحدة طلعت 60، دي ب60 درجة. بما إن ب د و ج د منصفات، إذا قياس زاوية د ب ج بتساوي قياس زاوية د ج ب بتساوي 30 درجة، ده طلعت 30 وده طلعت 30. إذا ق زاوية د بتساوي 120 درجة. أوجد قياس زاوية ب أ د، همسكهم شكل شكل، أخذ الشكل الأولاني. بما إن أ ج د مثلث متساوي الأضلاع، إذا ق زاوية ج أ د بتساوي قياس زاوية د بتساوي قياس زاوية أ ج د بتساوي 60 درجة. مثلث متساوي الأضلاع كل زاوية هتطلع ب60 درجة، ليه؟ لأننا قلنا لو الأضلاع متساوية الزوايا متساوية. في المثلث أ ج د، بما إن أ ج بيساوي ب ج وقياس زاوية ب ج أ بتساوي 90 درجة، دي زاوية رأس، إذا قياس زاوية ب بيساوي قياس زاوية ب أ ج بتساوي 45 درجة، ليه؟ المثلث ب180 معايا 90، يبقى لسه دول ب90، كل واحدة منهم طلعت 45 درجة. إذن قياس زاوية ب أ د بتساوي 45 + 60 بتساوي 105 درجة. أوجد قياس زاوية أ ب ج. نبتدي بالمعلومة، معايا مثلث متساوي السطحين، بما إن ب ج د مثلث متساوي السطحين، إذا قياس زاوية ج بيساوي قياس زاوية د بتساوي 180 + 40 / 2 بتساوي 70 درجة، ده طلعت 70 درجة وده طلعت 70 درجة. وبما إن الألف ب بيوازي الجيم ده
و ب ج قاطع. اذا قياس زاوية ج بتساوي قياس زاوية ا ب ج بتساوي 70 درجة بالتبادل، وهذا المطلوب. هل المثلث ألف ب ج متساوي الساقين؟ قلنا هنعمل ايه؟ هنبتدي بالمعلومة. أنا معايا توازي، وهو قال إن الزاوية دي قد ايه؟ يبقى بما إن الألف ب بيوازي الدال ج، وألف ج قاطع، إذا قياس زاوية أ بيساوي قياس زاوية أ ج د بالتبادل. الزاوية دي قد دي بالتبادل، وبما إن الأ ب بيوازي د ج د ه، والب ج قاطع، إذا قياس زاوية ب ج ه بتساوي قياس زاوية ب بالتبادل. وبما ان قياس زاوية ا بتساوي قياس زاوية ب، اذا المثلث متساوي الساقين. اثبت ان الف د بيساوي الالف ه. بما ان الف ب ج مثلث متساوي الساقين، اذا قياس زاوية ب بتساوي قياس زاوية ج. هنطبق المثلثين ببعض. في المثلثين الف ب د و ألف جيم ه، فيهما ألف ب بيساوي الألف جيم، ب دال بالطابق اله جيم. كنا لما نحط تطابق يا شباب بنحط القطعة، يساوي ما بحطش قطعة. زاوية ب بالطابق زاوية جيم برضو نفس الكلام، لو حطيت قاف تساوي، ما حطيتش قاف تطابق. إذا يتطابق المثلثين وينتج أن ألف دال بيساوي ألف ه، وهذا المطلوب إثباته. ممكن يطلبها بصيغة تانية، يقول لك إثبت لي إن المثلث ده متساوي الساقين. إثبت أن د ه ب مثلث متساوي الساقين. كل اللي اداهولي اداني ب ه منصف، يبقى بما ان د ه يوازي ب ج و ب ه قاطع، معايا توازي في حرف معمول هنا، في حرف الزد دهوت، ده حرف الزد. بما ان الدال ه يوازي ب ج و ب ج قاطع، اذا قاب زاويه ج ب ه بيساوي قياس زاويه دال ه ب. وبما ان ب ه منصف، اذا قياس زاويه دال ه ب بتساوي قياس زاويه ه ب، يعني دي طلعت قد دي. اذا المثلث متساوي الساقين. ليه؟ عشان زوايا القاعدة متساوية، وإلا اللي فرق في الدرس.